Look at this. Okay, it's really يا الله I knew عرفت شكون سيبو حب نخربها happy birthday to the best person wish you all the best she's the best she's the best ليه لازمي وتحل سجد تحل شوف راهو الحب الامتلاك وانك تحب غيرك بشروط ولا العبد هذيك لازم يكون كيفك ولا تحب يكون هكاك it's a huge red flag يا خويا مع علاقتك مع صاحبتك صاحبك مرتك رجلك علاقتك مع داركم اللي تحب عليه انت بالحق make sure لازم نصعبه لانه كل واحد on his own يودي تبداش انت في الفاميلي والفاميلي عندهم اراء اخرى وانت عندك اراء اخرين الفاميلي لازم يحترموا الاراء نتاعك وانت لازم تحترم ارائهم في اي حاجه هذه لازم نفهموها ونحكي بيان سور على عباد مجر فاكسيني مش نحكي على عبد عمره 5 ولا 6 سنين باش يجي يحكي حاجه خاطر من الاخر we don't have the same goals ما تحطيناش في نفس لي كونديسيون مش نفس السراوندينغز اللي احنا تحطينا فيهم كل واحد عنده عقله كل واحد عنده مخ كل واحد عنده كيفاش يفكر نحترمك نحبك نحترم افكارك وعادي نعيشوا مع بعضنا في هكا جو بي جونا بي يا خويا علاش لا علاش نعقدوا فيها الحياه وعلاش هكا نخلقوا في الترامز ما بين العائلات وما بين الصغار وما بين اللي تحب يا خويا اكسبت العبد كيما هو ليه يجرب خليه يتعلم وحده من غير ما تدخل وتواجه واعطي رايك واعمل هكا محلى الحياه وكاو جست حبيت نقول لك الكلمتين هذوما سو باي اتنشن واعرف وين تحط طاقتك وكاو What's going on?